السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم في عندنا كوميتا أوريان فيها مشكلة، لما تسحب الدراع ما ينسحبش للأخير، يحصل ما يسحبش، السحبة متاعها ما تكمل ما تسكرش. واليوم هذه ثالث واحدة تجيني بنفس المشكلة، والمشكلة سوء استخدام. هذه موضوعها واضح، إن فيها رش طايح في الماكينة الداخل وحاصل. هاي تو نفكوا مجموعة الزناد، أقسام الزناد، وحنشوف الموضوع متاعها وين. هذه لاحظوا تو، شفتوا الرشة وين حاصلة؟ هذه رشة عشان ندخلها الرشة، عشان جابها لداخل وما زالت هي، مش الرشة هذه بس، فيها حاجة ثانية. يعني أتوقع أن تكون في رشتين أو ثلاثة حاصلات للداخل. هاي تنفكوها ونحاولوا كيف نجمعوها ونشوفوا كم طلع معانا قطعة. طبعا ما شاء الله حتضل يهرب، حنوقف تصوير شوية وبعدين نكمل إن شاء الله. طبعا هاي تو بعد ما شغلنا الضي لقينا فيها الرشة هذه بس، هذه بالنسبة لي الماكينة توا تسحب معاك عادي وتعشق وتضرب، لكن شو معناتها؟ معناتها ان السبطانة معبي رش. يعني هنا واضح سوء الاستخدام بشكل، يعني سوء الاستخدام فيها واضح بشكل كبير. توها اول ما نفتح الدراع يربط، اول ما افتح الدراع يرجع بقوه، السبطانه معبي رش والهواء مضغوط في السبطانه من داخل ويطلع معي. هذه مازال تو نقعد ونشوف موضوع الرش نتاعها وين.